فوهت نهاية العالم. هل تساءلت يوماً كيف سينتهي هذا العالم؟ لا شك أن هذا الهاجس قد حضر يوماً في ذهنك، ولا شك أيضاً أنك قد سمعت الكثير من الأقاويل عن هذا الحدث العظيم الذي سينهي الوجود برمته. هل ستكون النهاية على يد سكان الفضاء؟ أم على شكل نيزك عملاق يفجر الأرض؟ لكن ماذا عن فوهة نهاية العالم الغامضة؟ مؤخراً ظهرت بعض الحفر الغريبة في سيبيريا، لكن أهمها هي الفوهة الضخمة الذي اكتشفها باحثين روسيين عند عودتهم من رحلة استكشاف في منطقة يامال شمال روسيا، علماً أن كلمة يامال تعني نهاية العالم. ما دفع علماء من الأكاديمية الروسية للعلوم للذهاب للفوهة لمحاولة كشف سر ظهورها، علماً أن قطر الفوهة 60 متراً وعمقها 165 قدماً، وهي الأضخم من بين 17 فوهة تم اكتشافها منذ العام 2014. محاولة العلماء في كشف سر هذه الفوهات زادتهم حيرة وانقساماً، فبعض العلماء يعتقدون أن الفوهة الجديدة تشكلت من تراكم غاز الميثان عندما بدأ غطاء التربة الصقيعية في الذوبان تحت الأرض بفعل درجات حرارة الصيف المرتفعة، بينما يقول آخرون أن ظاهرة الاحتباس الحراري هي من تسببت بظهور هذه الفوهات بنفث غازات تسببت بانفجارات في سطح الأرض، فيما قال آخرون أن نيزكاً سقط من السماء وهو السبب. أما أصحاب الخيال البعيد فقالوا أن كائنات فضائية هي من تسببت بظهور هذه الفوهات. الأماكن الغريبة والظواهر الغامضة كثيرة على كوكب الأرض، كمثلث برمودا وبحيرة كوات إيجين في إندونيسيا والبحر الميت والأشجار الملتوية في غابات بولندا وغيرها، فتبذل من أجلها الكثير من الجهود العلمية لكشف أسرارها. فهاجس نهاية العالم لطالما شغل العقل البشري منذ القدم، لكن فوهات بالما السيبيرية هي الأكثر غموضاً منذ ظهورها في عام 2014. ومع كل التحليلات السابقة للعلماء والتي لم تلقى اقتناعاً كبيراً في أوساط الناس، أعلن علماء من روسيا عام 2018 أن سبب ظهور الفوهة الغامضة في شبه جزيرة يامال يعود إلى نشاط بركان جليدي. ونشر العلماء الروس نتائج دراستهم في مجلة ساينتفكس ريبورت، وجاء فيها أن مثل هذه الظواهر تشاهد في الأساس على الكوكب الآخر، وعند درجات الحرارة الشديدة الانخفاض تثور البراكين الجليدية وتطلق الماء وعدداً من المركبات الكيميائية مثل الميثان والأمونيا. وكانت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا قد نشرت صوراً لبراكين باردة جليدية على قمر يوروبا التابع لكوكب المشتري تشبه إلى حد ما فوهة نهاية العالم. فهل حقاً كشف السر هذه المرة؟